الكلام. أولاً أبو عبد الله هي كنيته، والكنية اختص بها العرب دون غيرهم، فلا تكاد تشتهر في غير العرب أبو فلان. ورسولنا كنيته أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وأيهما أفضل، الكنية أم الاسم؟ الظاهر إجمالاً أن الأمر راجع إلى الشخص المنادى، إذا كان يحب الاسم فالاسم في حقه أفضل، وإذا كان يحب الكنية فالكنية أو التنادي بها في حقه أفضل. ذلك لأننا في جملة أو في عمومات أمرنا بإدخال السرور على المسلمين. وإن كان البعض جنح إلى أن الاسم أفضل، واستدل قائله بأن الأنبياء جميعا ذكروا في الكتاب العزيز بأسمائهم، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، إلى غير ذلك. قال هذا القائل: ولم يذكر في الكتاب العزيز بالكنية إلا أبو لهب، قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. ولكن هذا مستدرك عليه، فإن النبي قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. ومن الصحابة من لم يكد يعرف إلا بكنيته، كأبي بكر الصديق رحمه الله تعالى، وكأبي هريرة رضي الله أبو بكر رضي الله عنه، وأبو هريرة رضي الله عنه، وأبو ذر رضي الله عنه، وأبو أمامة الباهلي رضي الله عنه، وغير هؤلاء كثيرون لم تكد تعرف إلا كناهم، وإن كانت أسماءهم معروفة بلا شك، وكذا من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فقل من الناس من يعرف أن أم سلمة اسمها هند، وقل من الناس من يعرف أن أم حبيبة اسمها رملة، قل من الناس من يعرف هاتين الزوجتين إلا بالكنية. فالأمر كما أسلفت.